السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن ما زلنا في منزل الأستاذ أبو مهند غالب القلقيلي في منزله الكائن في أشميسان عمان. نقوم بتسجيل هذه الحلقة الجديدة. هذا الجزء هو الجزء السابع. في الجزء السادس أبو مهند تحدثنا عن شو دور الانتداب البريطاني في إعاقة أو المساعدة في الإنتاج الزراعي اللي كان عندكم، وجاوبنا بما يكفي. هلأ بدنا ننتقل لموضوع آخر. بدنا نحكي عن قبل النكبة، ممكن نحكي بالتفصيل شو كنت تدرس حضرتك أو تشتغل، أو يعني عملك بالذات. ما قبل النكبة كنت طالب طبعا. نعم. يعني الفترة كلها كنت دون السن اللي اعتمد فيه على نفسي، لسه ما كناش ماخدين غير آخر ماتريكوليشن. مثل ما قلت لك احنا قدمنا سنة 47. بس حكيت لي زي 48. يا بس حكيت لي اشتغلت في الجريدة فترة. هذه سنة، هذه عبارة عن شو بدي اقول لك، يعني شغلة مش طبيعية كانت. بس هذا اللي صار. نعم. أما هي كلها كانت دراسة، يعني ما فيش كلام فيها. طيب إذا بدنا نحكي عن مهن ثابتة كانت موجودة في عموم يافا. والله جميع المهن، يعني بقول لك يافا كانت مزدهرة، ما في شك إنها كانت مزدهرة. أول إشي المتعلمين فيها كتار، ثانيا المهن كلياتها، كل المهن، خاصة احنا قلنا يعني كانت تعتمد على تجارة البرتقال، زراعة البرتقال طبعا وبيعه. وفي نفس الوقت كان في جميع أصناف التجارة، كان في وكالات للسيارات، السيارات الحديثة، كان الناس يركبوا سيارات حديثة، كان في يعني مهن ووظائف و كاملة، ما لم يكن ينقصها تقريبا شيء. خاصة في الفترة الأخيرة ازداد العمران فيها وتوسعت يافا يعني في أماكن معينة، لولا بتعرف العلاقة مع أول شيء مع الانتداب البريطاني الجائر والاعتداء اليهودي اللي كان يبيض، وكانت بوادره كل يوم عن يوم تزداد ظهور. فلولا ذلك، لا، وحتى مع هذا الكلام كانت الحياة طبيعية جدا. ومثل ما قلت لك يافا كانت تمتاز بأنها بلد جميلة، أولا البحر كان يزيدها متعة، ثانيا الحمد لله الزراعة ممتازة، الصناعة ممتازة، مش صناعة بمعنى الصناعة الأيام يعني اللي بيقولوه اللي كان متوفر في هذيك الأيام، بعض الصناعات، لكن التجارة بشكل عام كانت هي المحور الأساسي. يعني كان في تجار كتير، وتجار كلياتهم من مختلف أنواع التجارة، ممتاز، كيف، وكانوا من التجار الكبار الكويسين اللي معروفين اللي لهم علاقات ممتازة مع الخارج. فلذلك ما كان، أنا يعني لم أشعر في الفترة هذه اللي هي فترة بداية شبابي خلينا نقول إنه يافا كان ينقصها شيء، بالعكس. ممتاز. هلأ لو بدنا نحكي عن، يعني كان في مهن موسمية؟ لا، مهن موسمية بما فيش غير البردقان هو اللي كان أكبر خلينا نقول نشاط. نشاطه كان يمتد مش بس لفلسطين أو ليافا، كان يمتد إلى ما حولنا. يعني كان يجي عنا، كنا نقول عنهم الحوارني اللي هم من منطقة الأردن في هذه الأيام، ما كانش في شرق الأردن طبعا أو جنوب سوريا. كانوا يجوا هدول على الميناء في موسم البردقان مشان يساهموا في عملية التحميل والتنزيل، لأنه بحاجة كان، يعني ضغط حجم العمل كان بحاجة إلى ناس غربية يعني يجوا من برا. فكانوا يجوا باستمرار.
طيب لو أستاذي بدنا نحكي عن الأملاك تبعتكم اللي تركتوها هناك، شو بنحكي عنها؟ والله إحنا ما فيش إنا أملاك بمعنى العقار يعني، ما كانش يعني إحنا كنا بالأجرة، مستأجرين بالأجرة، سواء كان المكاتب تبع الوالد تبع الجريدة أو تبع المطبعة، كلياته بالأجرة. أما هو الحقيقة الموضوع مش موضوع إيش اللي يعني الإيش اللي تركه له قيمة مادية بقدر ما هو الإيش اللي تركه اللي له قيمة معنوية. يعني على سبيل المثال، لأني أنا لما تركت يافا، تركت يافا رايح على مصر مشان أسجل وأرجع، نعم عرفت كيف؟ فأنا وصلت للقاهرة من هون بعد كم من يوم سقطت يافا، وطبعا أهلي طلعوا. الإشي اللي يعني تأثرت منه جدا هو إنه إلي الكتب والدفاتر والشو اسمه والأشياء. أنا وأنا صغير كنت أكتب أحيانا، حتى وأنا ممكن من 12 سنة تقريبا بدأت أكتب بعض أشياء. نعم. هذه بالنسبة إلي أنا ثروة لا تعوض، انتركت في البيت لأنه ما حدش أخذها، لأنه أنا حاططها في مكان ما من البيت. طبعا اللي طلعوا اللي هم أهلي ما بيعرفوش، وبالأخص يمكن طلعوا في هذيك الفترة طلعة يعني والعياذ بالله مش عادية. فهذه الحقيقة يعني كانت مؤثرة جدا ولا زالت مؤثرة في نفسي لغاية الآن. تصور ولا شوف الشيء سبحان الله، بعد ما فترة يمكن حوالي 10 سنين أو 20 سنة تصدف إنه أخوي اللي أكبر مني بقول لي بتعرف إنه أنا طلع معي دفتر إلك لقيته بين دوراء، وهو كان هو كان موجود في يافا لما طلعوا بس أنا ما كنتش موجود، وأعطاني الدفتر وفرحت في هذا الدفتر فرح لا يخطر على بالك، ولا يزال الدفتر موجود عندي. في بعض أبيات شعر وكذا كنت أنقلها، تعجبني مثلا أبيات شعر من كتاب قرأته أو كذا، أروح وأنا مسجله أكتب أنا هيك خطرات مرات، لقيته موجود عنده. قال لي بتعرف إنه هذا اكتشفت إنه موجود معي وأنا مش عارف إنه هذا إلك إلا هاليوم، خده موجود عندي لحد الآن. هذه الثروة اللي الناس أحيانا مش كل يعني طبعا كتير من الناس أكيد يعني يشاركوني هذا الرأي، لكن مش كل الناس اللي بيهتموا في المسائل هذه. يعني إنك أنت تترك شيء خاص فيك يذكرك بطفولتك. يعني ممكن نحكي إنه أبو مهند غالب القلقيلي أملاكه اللي تركها عبارة عن دفاتره وذكرياته وخطواته اللي تركها على المدرسة بالضبط، يعني كل ما يتعلق في كنت أحتفظ فيهم، لأنه الكتب والدفاتر وهالمسائل هذه كنت أحتفظ فيها. خطواتك اللي على البحر تعتبر بالنسبة إلي ثروة، ثروة لا تعوض. عدا طبعا عن الموضوع اللي لا يجادل فيه ولا يناقش، حكاية الواحد بلده اللي نشأ فيه. طيب بالرغم انه البيت اللي كنت موجود فيه بالأجرة ممكن توصف لي اياه؟ والله شوف البيت كان اولا هو على البحر. تحكي لي اول شيء آسف، كنا على البحر يعني ما يعني سكننا في خلينا نقول ثلثين حياتي انا قضيتهم وانا ساكن على البحر مباشرة في البيت الاخراني هذا اللي هو كنت كان مستأجر. البيت اللي قبله كان بيت سيدي، دار سيدي ابو امي يعني، كان عبارة عن عمارة فيها حوالي 6 شقق أو 7 شقق على البحر. احنا كنا ساكنين في الطابق الثاني. مكونات البيت هذاك كبيرة كانت، يعني في حوالي 4-5 غرف وله سطوح
يعني زي فرندا بدك تقول. وكلياته طبعا معظمه الشبابيك بتطل على البحر، وفي بلكون وشو اسمه وغرفتين، واحدة منهم لها بلكون على الشارع العادي مش البحر، الشارع اللي يؤدي إلى البحر. البيت الأخراني هذا عبارة عن ثلاث غرف مع طبعا شو بسموها موزع انتريه. طبعا زي بقية البيوت يعني، وفعلا كانت البيوت هذه لا بأس بها يعني، بيوت مرتبة وبيوت شو اسمه الطرز الحديث. من ايش مبنية كانت؟ بشكل عام طوب. طوب طوب كانت من الطوب. والسقف عادي كلها عادي جدا عادي. الشبابيك المطلة على البحر كانت كبيرة؟ مش كلها يعني، يعني كبيرة بمعنى مش كبيرة كتير، يعني لو نحكي بالأمتار يعني ما بعتقد انه عرض الشباك يزيد على متر ونص او بالكتير متر ونص عرضه ستاندرد يعني. ما فيش اشي غير عادي يعني. يعني في غرفة طبعا كان في أباجورات، هذه مهمة جدا بالنسبة لنا لانه بتعرف في ايام الشتاء يكسر غضب البحر، وبالتالي بتلاقي بهاجم كل البيوت اللي موجودة عليه، خاصة في المناطق اللي بتكون يعني قريبة كتير من البحر، فبتلاقي بضرب البصل. كان احنا ضابط تاني، وكان الرش تبع الموجة بعد ما تخبط تحت في الجدار الاستنادي تطلع لعنا. فلذلك الأباجورات مهمة جدا. نعم. في غرفة من الغرف كانت لك هاي اللي احدى شبابيكها مثلا بيطلع على البحر ولا؟ لا كل كل الغرف كانت في البيت الأخير كلها تطل على البحر. كل الغرف؟ كل الغرف يعني صباح مساء كنت تشوف تشوف البحر؟ صباح احنا ما احنا على البحر دائما يعني. احنا كنا خاصة في هداك السن يعني ابو 14 سنة لحد ما وصلنا لل 17 سنة معظم وقتنا نمضي على البحر. نعم. يعني يا من كزدر يا بنسبح. عرفت كيف؟ هذه حياة الناس اللي كانوا ساكنين في مناطق محاذية للبحر، ما لهمش شغلة ولا عمل، يا يسبحوا في البحر يا يصيدوا سمك. عرفت كيف؟ يا يعملوا الحركات البهلوانية هذه مع الموجة، يدروا مع كنا نقول ندري ندري مع الموجة، يعني تركب الموجة وتسحبك الموجة سكينج يعني. نعم. أبو مهند، تبقى عندكم وثائق من نوع معين عن وثائق هويات إلى آخره؟ مع الأسف ما بقول لك أنا يعني أنا قلت لك كل شيء اللي كانت ثروتي هي اللي هي كتب المدرسة. يعني أخوك ما أنت حكيت لي مثلا أخوك لقيت دفتر من دفاتر ما كانش فيه؟ لا ما كانش فيه، هم أصلا تركوا على عجالي. معلش كيف مثل ما فهمت منهم زي بقية الناس يعني معظمهم تركوا على عجالي. ما أخذوا إشي والله، أخذوا بعض. أنا بقول لك يمكن نقلوا حتى كان في كنبات يمكن لحد هلأ موجودة. نقلوها، كيف نقلوها مش فاهم. عرفت كيف؟ يعني بعض شغلات نقلوها كيف ما بعرفش. طيب لو بدك ترجع بذاكرتك وبدك تتذكر لي أسماء ناس مشهورين كانوا على مستوى يافا، شخصيات بكافة مواقعهم، يعني لما تنذكر يافا بنذكر معها فلان وفلان وفلان بغض النظر سواء كان شيخ أزهري ولا أشهر الناس. الحقيقة كان رئيس البلدية الدكتور يوسف هيكل، رئيس البلدية كان من أشهر يعني الشخصيات. خلينا نقول كان رجل يعني محترم وله وزنه، متعلم معه دكتوراه. عرفت كيف؟
معاه ايه؟ معاه دكتوراه في هذيك الايام. هذيك الايام كان ياخذ شهاده الدكتوراه؟ دكتور على ما اذكر، على ما اذكر الدكتور يوسف شو اسمه هيكل، طبعا من عائله معروفه يافوي معروفه. بعدين في عندك عبد الرحيم، يمكن محمد اسمه عبد الرحيم، من اغنى الاغنياء، وهذا كان عنده قصر الحقيقه مثل ما قلت لك في هذيك الايام ما كناش بنعرف الانتركم، كان عنده هو كان في بيته انتركم وعامله على الطرز الحديث وإشي فخم جدا يعني تتحدث به الانباء. بعدين كان في الشيخ عيسى ابو الجبين من شخصيات يافا، هذا كان صديق للوالد، صديق ملازم له، صاحب مدرسه هذا؟ لا هذا يعني شيخ وجيه. وجيه نعم. نعم. عائلة طبعا، عائلة ضرب أبو الجبين معروفة. كان في شخصيات هيك كاركتر يعني مثلا يتندروا في أهل يافا و... والله هذه سمعت باسم شخصية معينة يعني غابت عن خاطري هلا، إشي اسمه السكر أو إشي زي هيك؟ لا هذا ما بذكر. ما في إشي من يافا كان كيفي، أهل يافا كانوا كيفي، شمامين هواء، الطفين ورد، كل إشي عندهم فعلا. وبقول لك كانوا يروحوا يمضوا السهرة، بعض كانوا يقولوا لنا يعني يروحوا يمضوا السهرة في بيروت ويرجعوا. نعم. عرفت كيف؟ يعني دلالة على إيش؟ على النغنغة والفراغ ومتعة، بحبوا شمة الهواء والكيف. طيب أبو مهند يعني قبل النكبة زرت مدن أخرى؟ كنت أروح باستمرار على القدس وعلى قلقيلية بالذات. القدس لأنه في أصحاب لجوز أختي كانوا من التجار، ما هو تاجر كان، وهدول تجار، فكان في علاقات بينه وبينه، فكانوا يروحوا يزوروهم. طبعا أختي تروح مع جوزها. نعم. عرفت كيف؟ وبعدين هم صاروا يجوا على يافا، صارت العلاقة بيناتنا وثيقة. فكنت أنا على الرغم من صغر سني أركب هالترين أو هالباص وأسحب حالي وأروح عندهم، يعني أفرض نفسي عليهم ولد. أنا الحكي كان ب 12 سنة. كنت تركب القطار بهذا العمر لوحدك؟ وكنت أنا في هالمسائل الحقيقة يعني يمكن أختلف عن بقية إخواتي في أنه كنت جريء شوي في هالمسائل، مش بس في هالمسائل وفي معظم المسائل. ليش؟ الدلالة على ذلك أنه كانت أمي الله يرحمها لما بدأت تشتري غرض تبعتني أنا، مع أنه أنا أصغر إخواتي، تبعتني أنا تقول هذا فتح هذا شاطر. ما راح يضيع الفلوس مثلا. تطلق علي مرات كلمة الدمياطي، هذا دمياطي، الدمياطي يعني شاطر وبرضه بحب المرح. ما انت بتعرف اهل يافا اصولهم معظمها مصريين. الاصول من ايام حملة ابراهيم باشا ومحمد علي باشا نعم. لذلك يقال انه معظم اهل يافا اصلهم اصولهم مصري، او خلينا نقول معظمهم اصولهم مصريه. فكنت الحقيقه اسافر، وبعدين لقلقيلة كنت اسافر كثير. القدس من الحين والاخر. القدس طبعا كنت اسافر لها برضه كثير. وهذه السياره سكودا بقول لك اللي عندي هلا، كنت بزماني ركبتها في هذيك الايام لما بديت اتعلم السواقه، واستاجرت سياره ورحت فيها على القدس. كم كان بدون رخصه طبعا. كان عمري يمكن 16 سنه. طيب ابو مهند بدنا نحكي عن الاحتفالات الدينيه والمناسبات الاجتماعيه تبعتكم. لو بدنا نحكي مثلا عن الاعياد، لما نحكي عن عيد الأضحى وعيد الفطر. والله الأعياد يعني لا تختلف كثيرا عن الأعياد في أي بلد إسلامي. كل ما هنالك إنه خلينا نقول الاحتفال نفسه في العيد
الاستعدادات ببلش الناس يحضروا حالهم للعيد. شو يعني شو الأشكال؟ كيف يعني يحضروا حالهم؟ أول إشي الأواعي. إنهم يشتروا أواعي للعيد. يشتروا أواعي. يشتروا أواعي. هذه من الأشياء يعني الحتمية والأساسية واللي بدونها لا يعتبر العيد عيد. حتى إحنا كنا بتذكر وإحنا صغار كنا نلبس أواعي العيد ليلة العيد. بالليل يعني تناموا فيها ليلة العيد ومرات البعض ينام فيها. يعني شوف إلى أي مدى خلينا نقول تعلق الناس وربط العيد بالملابس وهذه مهمة جدا. يعني كانوا بالنسبة للأطفال أهم إشي في العيد الأواعي. إنه يلبس. وبعدها بتيجي العيديات. شو العيديات؟ العيدية يعني كل واحد من الكبار بدفع له صغار عيديته بيعطيه عيديته لازم بيعطيه نقود يعني نقدا. عيدية هذه كنا نترقبها بس يطلع النهار نترقبها بفارغ الصبر ومرات نتحركش حركشي في الكبار لأن يعطونا إياها خاصة الكبار اللي بيجوا كمان من برا مش بس اللي من الداخل يعني إخواله عمامه الواحد هدول وحتى بعض الغربية مش الغربية خلنا نقول الجيران اللي بكونوا يعني عندهم سخاء وكذا وإلى آخره فكانوا بعيدوا فهذه بالنسبة لنا هي والأواعي هي العيد هي العيد وبدونها لا يوجد عيد. طيب وين كنتوا تنفقوها الفلوس؟ رأسا على قلت لك كان في محل في يافا اسمه العيد هو الحقيقة كان مقبرة قديمة عرفت كيف وكانوا يحطوا فيها المراجيح ويحطوا يجوا هالبياعين اللي بيبيعوا المأكولات والمسائل هذه يبسطوا فيها وإحنا نروح هناك على العيد. وين رايح على العيد؟ من وين جاي من العيد؟ من الصبح نلم العيديات أول عرفت كيف ونروح آخر يوم من العيد ونقول نغني بعضنا مع بعض يا ريت كل يوم عيد يعني إنه العيد راح ومبقاش يرجع لا حول ولا قوة إلا بالله ونكون طبعا صرفنا آخر مليم معانا. طب كنتوا تتذكروا البحر بالعيد؟ والله لا هو الحقيقة العيد يعني قائم شو بدي أقول لك حالة تختلف يعني متميزة العيد عيد احتفال يعني له كيان مستقل استقلال تام عن حياة الإنسان يعني هذه الفترة لا يفكر فيها الطفل أو حتى الكبير إلا بالعيد كعيد الكبير طبعا بفكر فيها كواجبات وكذا. طب الكبار كيف كانوا قضوها يعني لو جينا للستات مثلا زيارات كان زيارات معظمها كانت زيارات كان في مأكولات معينة تعملوها مثلا بالعيد طب ليش بقول لك الاستعداد للعيد أول إشي في الملابس ثاني إشي في الكعك والمعمول كعك ومعمول كعك ومعمول هذه من تشتروه يعني خصوصيات العيد تشتروه لا ولا احنا قلنا لك احنا ما فيش حدا في يافا الا ما نظر كان بيعتمد على السوق في المسائل هذه كل المعجنات هذه المعجنات هذه كانت تتم في البيت منها العجين الخبز لكن بناكله وفي نفس الوقت الكعك والمعمول نسهر عليها سهرة العيلة تسهر عليها بجوز قبل العيد بيومين ثلاثة على هوا حجم ونوع المنتجات اللي بتنتجها الأسرة تستعد لها فتصنع هذه في البيت تصنع في البيت الكعك والمعمول أشكال وألوان يعني معظم الحلويات والأشياء اللي من هالنوع كانت تصنع في البيت مش ما بيعتمدوش فيها على الأسواق الخارجية وهذه كانت من متع يعني انك تقعد انت تساهم في عملية مثلا صنع الكعكة او صنع شو اسمه المعمولة وكان لهم شو بسموها قوالب قوالب تنحط فيها واحيانا نستعمل ملقط مشان
تعمل شو بدي اقول تزيينه يعني الحزوز هذه اللي حوالين الكعكة، وكنا نستعمل الملائط واحيانا يستخدموا القوالب. يعني الأسرة كلها كانت تقريبا تشارك، العيلة كلها تلاقي لك يوم ببسطوا على هالأرض بيفرشوا هالمعجق هالعجين بيفرشوه على هالأرض وبيفرشوا هالفستق والبندق ومش عارف ايش هالهم يحشوا فيه، والكل يساهم مساهمة فعالة. طب بالنسبة لعيد الأضحى يعني كنتوا تذبحوا بهذا العيد؟ عيد الأضحى كان طبعا ذبح وارد ما فيش فيها كلام، بس كل العائلة يعني هو العيد بضل سواء كان الأضحى أو الفطر نعم عيد اسمه عيد يعني انبساط وكيف وإنفاق ولبس، هذا أهم إشي، وأكل طبعا نعم. وطبعا الزيارات زيارات يعني الأرحام أيوة زيادة الرحم. طيب بدي أسأل عن شهر رمضان. شهر رمضان كان له برضو واقع غير عادي في نفوسنا، يعني كنا نهتم الحقيقة إحنا كأطفال كنا نعمل مثل ما تقول مجموعات كل حارة، وفي لنا أغاني معينة كنا نقولها اللي هي وحوي يا وحوي إياحة، هذه طبعا مأخوذة عن مصر. وبعدين نجمع بعضنا تتجمع بأي فترة باليوم بأي فترة بالنهار؟ هذه بعد المغرب بعد ما تفطروا بعد الإفطار رأسا تطلعوا بعد الإفطار أطفال رأسا نطلع الشوارع ندقدق على الأبواب. ليه؟ أبواب البيوت نشحد نشحد إيش يعني بدنا نأخذ أكل حلو منهم عرفت كيف؟ بس عن طريق الأناشيد يعني لما أهل الدار وما جينا يا حالية ولا تعبنا ولا شقينا يا حالية، هذه بداية. بعدين نصير نعبر بقى عن فرحنا أو سخطنا من ردة الفعل إذا كانت سلبية إذا كانت سلبية أو إيجابية. فمن الأشياء اللي كنا نقولها هاتوا هاتوا اليهود ماتوا. بعدين ايش كان في كلمات هيك نهاجم فيها الاولاد طبعا عرفت كيف نهاجم فيها، لا مش متذكر تماما الكلمات. هاجموا اهل البيت طبعا اذا ما اعطوناش، واذا اعطونا نهلل كلام كويس كلام طبعا هذه كلها كانت محفوظة عرفت كيف يعني يتناولها يتوارثها الأولاد من بعضهم لبعض عرفت كيف. فكانت هذه من الأشياء اللي تشغل الأولاد لفترة من ما بعد الإفطار نعم عرفت كيف، وكانوا الأهل يسمحوا مع أنه تعرف العادة بصيرش الأولاد لازم ينضبوا بس في رمضان لا مسموح لهم يسهروا، وكانوا اصلا الاهل يروحوا يسهروا عند بعض عرفت كيف. طيب يعني بعد الافطار مثلا القهاوي تكون عامره والمدينه تكون عامره يافا ولا طبعا يعني طبعا طبعا بديهي، بس اول ما تسك يعني اول ما يصير الافطار بسكروا عاده، بعدين بيطلعوا بالعكس كان يحلو السهر في رمضان يعني يافا كانت تلعلع بالضواء وهذا برمضان بياعين الحلو شغالين القهاوي مليانة عامري. انتو كان عندكم مدفع برمضان يعني كان مدفع قديم الحقيقة من ايام السلطان عبد الحميد يمكن محطوط على وراء الاشلة على البحر صوته فهذا كان يدو بيسمع، عشان هيك كنا نروح نوقف على البحر احنا مش لانه ببين الدخان تبعه عرفت كيف لما يطلق واللمعات طبعا بتبين من وين مكان على البحر على شط البحر عرفت كيف، اما صوته مع الاسف ما كانش يقول هالقد. المولد النبوي برضو كيف؟ والله كانت يعني احتفالات كتير تصير، بس أنا شخصيا بما أني مش من الناس اللي يعني لا سابقا ولا حاليا
بتابعوا هالمسائل ما كانتش تهمني، عشان هيك ما كنتش يعني. لا هي ما كانتش تهمك، بس برضو كنت تراها، كنت تراقبها. كان في عندك مواسم تصير، مثلا موسم النبي شو اسمه سيدنا روبين، موسم سيدنا موسى، كنت تروحوا عند روبين؟ طبعا طبعا. وهذا روبين 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 يقام له ويقعد، فترة من أجمل اللحظات اللي أنا مرأت عليه في حياتي. يا سلام. الفترات اللي كنت أروح فيها مش يوم، مش يعني مش مرة واحدة، كنت أروح عدة مرات، متعة ما بعدها متعة. رمل روبين لحاله لا لقيت ولا بلاقي زيه، من حيث أول إشي لونه بني، بعدين ناعم، بعدين بوسخش. كم كانت بعيدة عن كروبين؟ حوالي يعني 12-15 كيلومتر. كنا نروح أجمال عليها يعني، في فترة من الفترات يطلعوا هجمال وراء بعضهم عشان يروحوا ينقلوا، ما هو في ناس يفتحوا محلات هناك، محلات مؤقتة يعني، البياعين بسطات يعني وشي زي هيك، بسطات مش بس بسطات، محلات والله لا بأس بها يعني، معرشات خلينا نقول، بحطوا فيها مختلف أنواع البضائع. نعم. فرصة ذهبية، كل هالناس رايحة ومعها مصاري، عرفت كيف، وبدهم يستمتعوا. وطبعا زيارة للنبي روبين. نعم. عرفت كيف، بس مناسبة. كان يجي حتى من سوريا ويجي من يعني من خارج فلسطين، كانوا يجوا بالأخص التجار اللي بهمهم يبيعوا الأشياء الأكسسوارز يعني، مناسبة للتبادل التجاري عدا عن الاستمتاع. وبعدين متعة، متعة فعلا. هذه روبين كانت متعة من المتع. هي مثل يعني بجوز بتختلف إشي بسيط عن يافا، لكن البحر يا أخي، البحر بحر سبحان الله، بحر هذا جبار وممتع في نفس الوقت، ما في أروع منه ولا في أجمل منه. يعني الواحد لما بقعد، سواء كان إحنا في قلب البحر أو برات البحر، لما تطلع على البحر نظرة بتخلي الواحد يغرق في عالم هائل، عالم أول إشي الغموض، غموض البحر، بعدين عظمته، قديش البحر، بعدين إيش يحوي هذا البحر، إشي فعلا يعني من أروع ما يمكن. كل البحار تقريبا متشابهة، لكن إحنا منشوف في بحر يافا شيء متميز جدا. ما بشوف رمل زي رمل يافا، ولا بشوف بحر زي بحر يافا أبدا، على الأقل أنا، هذه بالنسبة لي. عرفت كيف، أكيد هذا لأنه أنا نشأت فيها وكذا إلى آخره. طيب كنت أسمع شغلة بقولوا، يعني كنت عامل لقاء مع واحد اسمه أبو جمال النابلسية، بقول لي كان عندنا مقولة باللد، الست تحكي لجوزها يا بتروبني يا بتطلقني. هذه مش، هذه معروفة، هذه معروفة. أنا ما بعرف اسمها جديد. هذه معروفة يعني، كان النسوان يفرضوا حكاية الروحة لروبين على أزواجهم فرض. ليش؟ ما هو هذا دلالة على إيش؟ دلالة على أنه الكل كان يستمتع. نعم. وإلا يعني شو الفرق هلأ بالنسبة للست، يعني شو الفرق بين أنها تروح على روبين أو تروح على أي مكان آخر، بس لأنها تجد في روبين متعة تختلف عن أي مكان آخر، لأنه كان متعة. أول شيء هو فترته محدودة، من إلى يعني يمكن في الخريف، وقت الخريف يمكن في هذاك الوقت، بما يعني مجموعة يعني لسه الدنيا الهواء معقول ومقبول وطري، وخاصة على البحر. نعم. انت عارف. ثانيا لأنه فيها مثل ما قلنا أصحاب الدكاكين يجيبوا من البضائع هذه الأكسسوارز، خصوصا بشغل الستات. نعم.
من ملابس لحمرة لبودرة لشغلات من هالنوع. هذه فرصة تستمتع فيها وتخلي جوزة يدفع اللي فوقه واللي تحته، عرفت كيف؟ عدا عن خود بقى بيعين الحلويات وبيعين يعني هذه التمرية، كانوا يعملوا التمرية. شو التمرية؟ أكلة هذه معروفة في الحلو، نوع من الحلويات. هذا كان في يعني يمكن ألذ أكلة تمرية كنت أكلها في حياتي في روبين. حلويات هذه نوع من الحلويات. هذا كان في واحد هنا في عمان بيعملها. نعم. كانوا يصفوا بالدور عليها. في شارع الملك حسين قريب من البنك المركزي، كان في هذاك الوقت كان في واحد يجيد عمل التمرية وكانوا الناس يصفوا على الدور مشانها. نعم. فكانت التمرية من الميزات التي يستمتع فيها الإنسان في روبين. نعم. تمرية بالذات. طيب حكيت لي برضو عن احتفالات النبي صالح والنبي موسى، وصلت اسم هدول؟ والله بذكر مرة كنت صغير بس مش واعي لها يعني. النبي صالح يمكن هذا جهات القدس، وين بعرفش، مش في نفس القدس، على طريق القدس، أما وين ما بعرف. طيب إذا صغير كتير بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، بدنا نحكي عن الزواج. الزواج الحقيقة يعني بدنا نحكي عنه من بدايته لنهايته، من أول ما يطلبوا إيد يعني العروس. الخطابين، في خطابين بس ما كانش عندنا إشي اسمه جاهة، يعني هذه الجهة ما كانتش معروفة عندنا. ما كانت معروفة. بيروحوا أهل العريس عند أهل العروس وبطلبوها بكل بساطة، يعني كيف اللي بتشوفوا هلأ في الأفلام المصرية، كيف بروحوا واحد بخد أمه وأبوه وروح عند هديك، وإذا كان اتفقوا كذا بيقروا الفاتحة وخلاص وبتنتهي الشغلة. ما فيش لا جاهة ولا شو اسمه التفخيم والتضخيم. طيب العملية ما كانش وارد. ما هو بعد الموافقة، ما هي بتسهل شو بده يترتب مصاريف، بده يترتب عن مصاريف. هذه زي أي عرس يعني، مثل هلأ اللي بتشوفه في مصر انت على الأفلام. نعم. هذا كان يحصل. كيف يعني؟ زفة العروس والاستعدادات وبعدين يجيبوا جناكي، جناكي يعني مغنيات ورقصات، عرفت كيف؟ اللي هم يحيوا الحفل. بعدين مزيكة الحاج جمعة، هذه مزيكة مشهورة، فرقة من الفرق اللي بتحيي الاحتفالات، اللي هي الحقيقة يعني فيش غيرها، كان بس فرقة كانت متكاملة كل إشي فيها. تذكر حكيت لي عنها. فهذه كانت تحيي الحفلات وتزف العروس العريس والعروس. كنت تزفوا العريس في شوارع كي؟ طبعا هذه كان يعني كانت موجودة. يلفوا بالعريس في هذا بالسيارات ولا حاملينه؟ لا ماشي، لا ماشي. ما كانش السيارات ما كانتش تستعمل لهالدرجة يعني. طب كانوا يزفوا السيدات والرجال وراء بعض مثلا ولا؟ لا، الرجال كانوا بيزفوا العريس. الرجال. النسوان ما لهمش علاقة في الموضوع. الرجال هم اللي بيزفوه ووصلوا لبيت العروس. لبيت العروس. وطبعا يشارك في ذلك الجيران والناس هم مرئيم يعني بهالشارع، شارع معين مثلا. الناس طبعا كلياتها بتنتبه لانه شغله تعرف يعني تسر القلب. فبيحبوا يساهموا في عملية مشاعر الناس، مشاركتهم في مشاعرهم. لأنه مثل ما قلت لك يافا بسيطة كانت وحلوة والحياة فيها سهلة، مش فيهاش عقد يعني ولا فيها مشاكل بمعنى المشاكل. طيب بدي أسأل، كان في شيء اسمه يعني كسوة العروس كانت بسيطة ولا كانت شو اسمه؟ لأنه في بإحدى اللقاءات واحدة ست بتقول لي أنا قعدت 6 أشهر وأنا ظبط بالفساتين تبعتها وتخيط فيهم، لأنها لبست 7 فساتين. طبعاً العادة إحنا اللي كانت متبعة على ما أذكر، طبعاً الرجال بدفع المهر وبكسي يعني بيعمل كل إشي. نعم.
هي بتروح له مثل ما بقولوا بالأواعي اللي عليها بس، وهو بقى يتولى كل المسائل هذه من أساس البيت للبسها لكله، بعدين المتقدم المتأخر. طبعا بتعرف حسب الوسط، الوسط اللي هم منه، الغنى، درجة الغنى تبع خاصة العريس كان ما شاء الله مقتدر وكذا وإلى آخره، ما لح يقصر مرة في العمر بيعملها. مزبوط. فلذلك كانوا يعني أهل يافا كرمة، مش بخل، عرفت كيف؟ كانوا يجودوا في هالمسائل. طب بدي أسألك، كان في صندوق للعروس؟ إيش يعني صندوق؟ هذا صندوق الأواعي، هذا زمان. كيف يعني زمان؟ أنا ما بلحقوش يعني تقريبا انقرض يعني بعد، يعني كان في أواخره، خلينا بأواخره. يعني أنا لما صحيت على الدنيا أو بديت أفهم بطل هذا عند الفلاحين. نعم. فلاحين بي إلى فترة طويلة. نعم. في يافا لا. إيش صندوق؟ بشتوا خزانة وكذا حطوا هالأواعي فيها. أما هذلاك ما كانش عندهم لا خزن ولا إشي، فكانوا كان فعلا عند الفلاحين في صندوق لأواعي العروس. نعم. طيب نقوط لما تكونوا بدكم تنقطوا العريس ولا هذا؟ طبعا نقوط وارد، كان نقوط يعني متعارف عليه، مبالغ كبيرة من هذيك الأيام، حتى الآن ما كل واحد على هوا قدرته، برضه هوا قدرته على هوا قدرته. طيب نرجع للجناكي، لما كانت ترقص الجناكي بحفلة السهرة هاي، هذه في الجلوة بسموها، في الجلوة، جلوة بسموها الجلوة، جلوة العروس. جلوة العروس يعني هو يعني الليلة اللي بدها تغادر، الليلة ليلة الدخلة. بيعملوا لها جلوة، تقعد هي والعريس، وبيجوا هالجناكي الجنكيات، بيجوا ما بيخلوا، ومطربين و... يعني بتكون مختلطة كيف؟ يعني بتكون هو عادة سيدات ورجال، معظمها نسوان عادة. عارف كيف؟ الجلوة معظمها نسوان، لكن ما بيمنعش من أهل العريس أو هذا يكونوا بعض الرجال موجودين، لأن الرجال الحقيقة على ما أذكر تنتهي شو اسمه مهمتهم في توصيل العريس في الزفة لبيت العروس، عملوا اللي عليهم. عرفت كيف؟ بتبلش بقى هون مهمة النسوان والجنكيات، عرفت كيف؟ طبعا بيساهموا مع بعضهم، لأنه بعض النسوان بيقوموا برقصوا معهم. عرفت كيف؟ نعم. مع الجنكيات اللي بياخذها الحال ومبسوطة كتير. طب بكون ذكور معهم هدول الجناكي؟ كيف؟ بكون ذكور معهم؟ لا، ما هم هدول بالأجرة. لا بقصد انه الجناكي ستات. بس ما هو عادة اللي بتجيبهم يا واحدة اللي هي شيخة شو اسمه، مثل ما بسموها في مصر المعلمة، او لا لها اسم تاني. المهم الأبلة تبعتهم. بس معظم اللي كانوا يجيبوهم على ما اذكر يهوديات. الجناكي معظم يهوديات. لانه بتعرف يعني هذه مهنة يعني المسلمين والمسلمات مش كتير مش سهلة يعني، خاصة عنا في هذه الأيام، ويافا محافظة يعني مش صحيح فيها بحبحة وكذا وإلى آخره، بس بتضل تعرف المشاعر الدينية هي الغالبة يعني، خاصة في المسائل من هالنوع. عرفت كيف؟ كانوا حاملين أسامي هدول؟ كيف؟ كانوا حاملين أسماء الأبلات الجناكي أكيد ما هم معروفات، يعني تذكرش أسماء لهم؟ لا أنا طبعا يعني ما كنتش أحضر أصلا هيك شغلات إلا ما ندر. نعم. طيب أستاذ أبو مهند، نأخذ استراحة ماشي دقائق ونتابع، كذلك يعطيك العافية.